بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم متابعين قناه عرب قبل لينكس. معكم عبد المجيب وقليل من القهوه قبل ان نبدا لكي نقهي سويه. استغفر الله ما قلت شيء برد. اوكي درس اليوم عن سنت هوس ريد هات. اوكي طبعا بالدروس اللي راحت تكلمنا عن اشياء تفصيليه والى اخره. درس اليوم عن الهاردوير، كيف نتعامل مع الهاردوير، كيف نعرف ان الهاردوير متوافق، يعني بتعرف على بعض الشكايات بالهاردوير. يفترض ان هذه السلسله تاهلك او تاخذ منها معلومات لشهاده ريد هات سيرتيفايد انجينير. اوكي طيب ممكن تصير ريد هات سيرتيفايد انجينير اللي هو مهندس معتمد بالريد هات اذا تبعت هذه السلسله. جيد خلونا نبدا بسم الله ونقول ايش سالفه الهاردوير، ايش بنتكلم عنه اليوم. اولا قبل ما ندخل اي شيء، ريد هات ما زالت تستخدم نواه لينكس. اوكي فهذا يعني انه اي شيء ينطبق هناك ينطبق هنا، ولكن ريد هات نفسه عنده تصنيف معين خاص به اذا بتكلم عنه، فهي قاعده زي ما تقول تدعم بعض الاشياء واشياء ما تدعمها، يعني ما ادري سياسه شركات. ولكن هذا لا يعني انه احنا بنتكلم عن ريد هات الحاله، ولكن قاعد اعطيك فكره فقط. لكن كسنت اوس ما عليك من الموضوع هذا، سنت اوس برضه مشتقه من ريد هات، ولكن على قولتهم توزيع مجتمعيه فله سياسات ثانيه بعد. جيد جيد. اوكي عندنا بالهاردوير تقريبا ريد هات صنفاتهم ثلاث تصنيفات. اوكي تير 1 تير 2 تير 3. اوكي الاول هو هاردوير يتعرف عليه النظام ويشتغل بدون مشاكل وممكن تعتمد عليه. التصنيف الثاني هو انه هاردوير يشتغل ومكتشف ولا في مشاكل الا عند بعض المستخدمين. اوكي يعني بعضهم قال والله عندي مشكله يشتغل ما يشتغل الى اخره، او مشاكل فنيه بسيطه الجهاز يشتغل. التصنيف الاخير هو تصنيف قطعه لا يعترف بها النظام ولا يدري وش هي. اوكي لها تعريفات ولكن تعريفات اختباريه، قد تعمل عند البعض وبعض الاخر قد لا تعمل ابدا عنده. طيب على سبيل المثال في عندك مثلا طابعات، ممكن ناخذ شركتين، عندك طابعات اتش بي غالبا ما فيها مشاكل وتشتغل بدون اي اشكاليه نظرا لانه الشركه قررت انها تدعم. اوكي عندك طابعه زي مثلا طابعه كانون، هذا وقعت ايدي عاليه. اوكي كانون اللي اسمه ال بي بي 6000 ومدري كم، اوكي او هي 6000. اوكي استحال ما قدرت تشغله. اوكي نقطه ما قدرت تشغله على توزيع طبعا 64 32 تشتغل، لكن 64 كنوات رفض يشتغل. جيد طيب في عندنا ايضا كهاردوير ممكن نتكلم عن الميموري. اوكي طبعا ممكن انك تشغل ك طبعا نتكلم عن توزيع 32. اوكي التوزيعات ال 32 اوكي هذه ما تشغل اكثر من 4 جيجا رام. اوكي انت علشان انك تشغل 4 جيجا رام في نواه اسمها بي اي اي. اوكي بي اي اي هذه غالبا تجي افتراضيا مع ابونتو. اوكي ممكن مستخدمين ابونتو يعرفونها. اوكي بنشوف الحين كيف نعرف اسم النواه. هذا لو نزلت تدعم لك تشغيل رام اكثر. اوكي ولكن انت ما تحتاج رام هالكبر الا في حال انك عندك يعني بعض الاشياء الطويله. اوكي طيب هذا واحد. الشغل الثاني لو انك حبيت انك تشغل 4 جيجا ممكن تستخدم توزيعات 64. جيد فهاردوير الميموري ممكن تشغل 4 جيجا وفوق على ال 64، او انك تنزل نواه اوكي او اضافه على النواه او باتش على النواه اللي اسمها بي اي اي. اوكي انه يقوم يشغل لك هذه الاضافه. جيد يمدد لك الرام. خلص الموضوع الميموري. جيد طيب ايش موضوع الهارد ديسك؟ الهارد ديسك لا تفكر به. اوكي ايش بك واشتغل وامشي. طيب طيب في عندنا جزئيه خاصه بالميموري بنتكلم عن هاردوير. اوكي وهي لها علاقه بالميموري ولكنها فعليا بالهارد ديسك، وهي السواب. اوكي السواب عباره عن مكان لنقل البيانات من الرام على الهارد ديسك. اوكي فعند وصوله لحد معين بالرام اوكي يفرغ الرام الشغلات هذه داخل السواب في سياسه معينه تابعه له. اوكي السواب زي ما قلنا بس بالدروس السابقه انه له حد معين ما يتعدى 2 جيجا. اوكي هذا اللي موجود اساسا فحطت عنه ولقيته ولا معترف به، ولكن البعض الاخر يقول لك لا حطوا دبل السواب. في ديبيت يعني هل انا ولا انا. عموما على كل حال المستقر او المتعارف عليه رسميا هو 2 جيجا. اوكي في 4 جيجا، بعض الناس يقول لك 4 جيجا، بعض يعني في 2 و4 ما ادري. عموما 2 جيجا كثير وتخب. جيد كسواب. طيب نبدا وندخل في السنت اوس مباشره. نفتح الطرفيه، طرفيه ما فتحت اليوم. طيب هذه الطرفيه طبعا راح نروح على السيرفر عن طريق سكيور شيل عفوا اس اس اتش روت ات 192.168.1. طيب السيرفر يشتغل عندي كفيرتشوال ماشين 1 2 3 4 5 6 هذا الباسورد. طيب دخلنا الحين بسم الله الرحمن الرحيم. الان هذا السيرفر ودخلنا عليه، كيف نقدر نتعرف على الهارد درايف والهاردوير؟ بسم الله. الهاردوير عشان تعرف عليه عشان تقرا الهاردوير اللي موجود عندك كتب الامر ls pci. اوكي هذا يفترض انه يسوي لك ليست بالبي سي اي، القطعه الموجوده عندك بالبي سي اي. اوكي وعلى طاري البي سي اي، الاشياء المدعومه باي شيء مشبوك بالبي سي اي مدعوم بال شو اسمه
باللينكس، فاللينكس بالمذر بورد يتعرف على البي سي ايز ما عندك مشاكل. في اشياء قديمه اوكي ممكن اساسا ما موجوده بالكمبيوترات الحين اوكي، ولكن ما زال يتعرف عليها. طيب هذه القطع اللي موجوده عندك زي ما شايف، في عندك اسماء قطع الى اخره جيد، الهاردوير الخاص بالعرض عفوا اليو اس بي الشبكه كل شيء. طيب هذه كيف تعرف على الهاردوير، كيف تعرف على طبعا هاردوير كقطع، كيف تعرف على الهارد درايف؟ الهارد درايف تكتب ال اس بي ال كي اوكي، هذا بيعطيك شو اسمه عندك الهارد ديسك واقسام الهارد ديسك والى اخره جيد. فزي ما انت شايف هذا الهارد ديسك ال اس دي اي القسم الاول، القسم الثاني اوكي، وايضا عندك السي دي روم جيد. فالقسم الثاني كاكستندد اوكي، سوى اكستندد مثل ما شرحنا سابقا اوكي، حطنا رود حطنا وشو، هذه كيف تعرف عليه. كيف تعرف على الميموري عندك؟ اكتب فري انتر، فري هذا راح يعطيك الميموري زي ما انت شايف ويعطيك سواب تحت اوكي، فكم مستخدم من الميموري اوكي، كم فري اوكي، كم مستخدم من السواب وكم حجم سواب اصلا جيد. هذا اللي هو شو اسمه. طيب في قائمه طبعا موجوده في، طالما ان احنا نتكلم عن سنتو اس وريد هات، ففي موقع ريد هات، خلينا نفتح ريد هات هذا اوكي، طبعا موجود الرابط تحت حق ريد هات، مكان خاص بالتحقق من القطع المدعومه اوكي، اللي يسمى تيستد سيرتيفايد سبورتد زين. فبالمنطقه هذه في اشياء مختبره وزي ما تقول معتمده وايضا مدعومه جيد. كيف تقدر تبحث الموقع هذا؟ اكتب اسم اللي تبحث عنه هنا، او ممكن تبحث عن طريق براوز باي كاتيجوري مثلا اوكي، بحيث انك تختار من الكاتيجوري ايش 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 بتدور بالضبط. هل نتكلم عن سيرفر، ديسكتوب، كومبوننت، لابتوب، كلاود بروفايدر الى اخره. فاحنا بنتكلم عن سيرفر، نوضع السيرفر اوكي، فبيجيك الاشياء اللي موجوده هنا طبعا مدعومه جيد. في عندك الفندر اوكي، الفندر عباره عن المصنع اوكي، فانت ممكن تختار واحده من هذول تبحث بسرعه، لكن البحث السريع الافضل تبحث من هنا جيد عن طريق السيرش. هذا بالنسبه لي بتاع هذه. في طبعا فكره جديده، مو فكره جديده، هي اضافه ما لها علاقه مباشره بالسنتوس، ولكن الانويه دائما متشابهه، ولكن خلونا نعرف النواه ايش موضوعها. النواه حتى تتعرف عليها تكتب الامر هذا يو نيم اوكي، بتعرف على اصدارته اوكي، فتكتب يو نيم ار، هذا يعطيك اصدار النواه جيد. فهذا اسم اصداره النواه اللي عندك. انت ممكن تعرف على المشين اوكي عن طريق كتابه ام اوكي، فانت تعرف المشين هل هي 64 او 86، 86 يعني 32 اوكي، قد يجيك رقم ثاني غير هذا لا تقلق جيد. ممكن انك تصير ذكي شوي تكتب يو نيم اي ويعطيك هذا كل التفاصيل، اسم التوزيع ما ادري وش كلش كلش كلش. طيب هذا هو اللي اتكلم عنه الحين بس بشوف اوكي جيد، هذا اللي اتكلم عنه كنواه. طيب احنا عرفنا كيف وش نواتنا بالطريقه هذه، احنا ممكن نشغل هذا شوي. فانا لو كتبت يو نيم اي اوكي، شوف النواه هذه اللي 13 اوكي، فيه موقع زي هذا الموقع اللي هو موقع طبعا حطيت تحت الرابط حقه، هذا الموقع مؤخر نضحت به وطبعا تكلمت عنه في موقع الدعم الفني اللي نتابع بتويتر، فحطيت رابط له سابقا. هذا الموقع كفيل بانه يعلمك عن طريق امر معين تكتبه عندك بالطرفيه، الا وهو ال اس بي سي اي ناقص يو اب 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 ان اوكي. هذا بيعطيك طبعا القطع اللي عندك، اللي عليك تسوي تنسخ كوبي تروح تلصق في الموقع جيد هنا، ثم طبعا زي ما انت شايف الموقع تراها خاص بديبيان، ولكن الديبيان ويزي عفوا السد اللي هي انستابل لها اصداره نواه اللي هي 13 اكثر من 13 اوكي. الويزي تستخدم 3.2 اعتقد، ما ادري حاجات قديمه. على كل انت تشوف اصدارات النواه وابحث تشيك جيد. دم 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 اوكي، قال لك انه القطعه اللي عندك كالاتي، عندك القطعه هذه حقت انتل وركس ما ادري اوكي، فهذه ممكن تشتغل ممكن ما تشتغل، نرجع لموضوع انه يس ولا لا اوكي. اللي يشتغل حاط عليه يس 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 حسب الاختبارات الخاصه بالديبيان جيد. فصاحب الموقع هذا صاحب شخص متطوع ترى وجيك، اتمنى انه تبقى تشتغل، يعتقد انه ياباني لانه ينتهي الدوين حقه بدوت جي بي اوكي، جابانيز يا مدير. طيب فهذا اللي موجود طبعا، هذا يشتغل ابل هنا اوكي، فيرتشوال ماشين. طيب اوكي، فزي ما انتم شايفين في هنا القطع واللي يشتغل واللي ما يشتغل شيء. خلاصة الحديث انه انت اذا بتستخدمك السيرفر اوكي، سنت او اس وعندك مشاكل كسيرفر، غالبا اللي بتحتاجه بالسيرفر هو عبارة عن حاجتين اوكي، يكون عندك هاردوير جيد للسيرفر، معالج تخزين الى اخره، وايضا يكون عندك كرت شبكة علشان تقدر توصله بالشبكة، قد يكون له استخدامات ثانية اوكي السيرفر، ولكن اتكلم عن كسيرفر ويب مثلا، فهذا اللي بتحتاجه اصلا. يكون عندك كابل توصله عشان يتصل بالعالم، ويكون الهاردوير عندك جاهز، فما بتحتاج لا كرت شاشة ولا غيره. في بعض الاشكاليات ممكن تفكر انت تمديد والى اخره، قد تحتاج لتفحص القطع بالمرحله هذه، ولكن غالبا ما بيكون عندك مشاكل. التجربه خير برهان، خذ سنتو اس تبت عندك على جهاز وشوف ايش موضوعه، هل يشتغل عندك كل شيء ولا لا.
نشوفكم إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.